اي فرصه للحارس بن حمو انه يكون مرتكز على رجليه، مطلق ما خلى له حتى حظ. نظن انه المباراه هذه يوسف كنا نشوفه مباراه احسن لولا الحكم بنوزه اللي منح ثلاث ضربات جزاء خياليه بالنسبه للاثنين بالنسبه لوفاق سطيف والاخرى بالنسبه للحراش. نظن انه كانت تكون مباراه احسن لولا يعني شفنا انه الحكم يعني افسد المباراه يوسف وك افسد مجريات المباراه. نظن انه الوفاق الصيفي ماهوش محتاج الى اي مساعده من اي طرف كان. نظن انه كان قادر الوفاق الصيفي يفوز وكان قادر الحراش كذلك يفوز لولا كانت يعني مباراه لولا ان الحكم يعني ما كانش انه يدير روحه يعني في هذه الاشياء هذه. الفريق الصيفي سامحني يوسف، الفريق الصيفي عنده لاعبين في المستوى، عنده اداره لبس بها، عنده جمهور، عنده افضليه الميدان. نظن كان قادر يربح المباراه بدون حكم. طيب مصطفى، قصدا وعمدا خليتك تتكلم بفتره طويله جدا حول التحكيم، لانه في هذا المباراه التحكيم قيل عنه شيء الكثير. الان من الناحيه الفنيه، لانه وفاق الصيف ايضا فريق كبير واتحاد الحراش فريق كبير ايضا، الفريقان لعبا مباراه، النتيجه كانت في النهايه 3 أهداف بالنسبه للوفاق مقابل 2 لاتحاد الحراش. نعم، شفنا اتحاد الحراش كان متمركز احسن، خاصه في 20 دقيقة الاولى، اينو كانت عنده فرصه الاولى سجل فيها عن طريق اللاعب زيان شريف، ثم الثانيه اللاعب بنجاح اللي كان الزميل تاعو يعني في كان قادر يمد كره الى الزميل تاعو باش يسجل هدف ثاني لكن ضيعها. نظن انه الفريق الصيفي بدون ان يعني نقص بالقيمه الفريق الصيفي، لانه كانت عنده فرص كان قادر يسجل هدف، لكن تضييعه لفرص امام المرمى ونقص الفعاليه بالنسبه للقاطره الاماميه للوفاق الصيفي. نظن انه الفراغ للاعب عوديه ترك فراغ رهيب في الهجوم الصيفي، لكن يعني دون النقص كما كنت نقول يوسف من قيمه الفريق الصيفي، لانه فريق هو في المرمى